انك جيتها. ايش تتوقع؟ وش كيف؟ اتوقع خلاص دقيقه ما زال لك كلامنا. قال قعدتهم رسميه. هم يوم سالته عجبه الوضع. وش قعدتهم رسميه؟ لا انا كنت جاي والله الدور محارش معاك. دقيقه هو خلنا من لا 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 فيفا نتكلم عن فيفا. فيفا نسأله عنها. انت جيتها ظني ما حد جاله. كيف؟ اول شيء ان شاء الله باذن الله. شوف كنت بجازان. كنت بجازان زين. كان الجو يا ولد رطوبه وحر الصدق. عرفت اللي تضايقت قلت ليش انتم تقولون الجنوب يا اخي برد واو واو واو. قالوا شباب مشينا فيفا. طبعا اخوياي اللي في جازان ونطلع الفيفا. اقسم بالله يا الربع انا شفت اجواء لكن مثل الصدق صدق يا ولد جبل فيفا يا ولد. اقولك شيء الضباب والغيوم كلها حولي يعني تعرف اللي كذا ناظر لها. واحده المواقف اللي ما انساها بفيفا بغينا نموت. قلت لك الموضوع تو اي عرفت اللي حتى الله يجزاه بالخير. واحد من قبل إيه؟ قبل كم قبل سنه او سنتين. قبل سنه العطله اللي راحت حتى واحد الله يجزاه بالخير واحد من سكان هالفيفا معاه ديتسن. والله نصدم الجبل الجدار هذا عشان تسلموا الضلع هذا عشان نسلم. ليش؟ لان الكفر اللي ورا هاي عينك يا رعد ديتسن. والله العظيم انه زحلق قال كذا يا ولد الرجال من غير هذا كلهم. واللي يسوق فينا قام يهوسنا. تدري ايش يقول؟ اللي يسوق فينا يهوسنا. ايش يقول؟ يقول كلكم روحوا يسار. كلنا نقزنا الجهه اليسار عشان ثقل على الموتر من الجهه اليسار. وهذاك الله يجزاه بالخير والله نصدم بالجبل وحتى تشوه موتره. والسبب انه علشان يطلع. تدري ليش؟ بقول لك تعقيب. تدري ليش؟ بيض الله وجهه. تدري ليش؟ في اماكن فيها لفات اذا انت ما تعرف الطريق